لتسليط الضوء أكثر حول هذا الحدث الدولي معنا عبر الهاتف الدكتور فيصل المقدم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو. سنحاول أن نتطرق لتصريحات سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على لسان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز. للحديث أكثر كما أشرت معي عبر الهاتف الدكتور فيصل المقدم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا. مساء النور، شكرا للدعوة أستاذ أسامة. العفو، الشكر متبادل كذلك على قبول الدعوة. بداية، قراءتك في هذا الاجتماع، وهل دول عدم الانحياز أصبح في رأيك دورها مطلوبا أكثر في ظل هذا العالم اللي فيه استقطاب كثير أو كبير والكثير من التوترات؟ نعم أستاذ، اليوم نجد أنه يعني خطاب السيد رئيس الجمهورية وتبع للرسالة التي تلاها عنه السيد أيمن عبد الرحمن ممثل السيد رئيس الجمهورية، التي بيّنت مواطن يعني هيكلة عدم الانحياز. اليوم إذا كان رجعنا إلى تزامن هذا الخطاب مع السياق العلاقات الدولية من حيث التوقيت ومن حيث الدلالات، بالفعل نجد أنه اليوم يعني أصبحت دول عدم الانحياز لها ضرورة في التموقع والهيكلة من جديد لما تشهده البيئة الدولية. صحيح. من مخاض دولي، وهذا الأثر إن صح التعبير الناقل للتعددية الذي ألقى بظلاله على كل الدول، وبالتالي الدول عدم الانحياز ليست في منأى عن هذا التحول الدولي وما تشهده البيئة الدولية. لذلك شدد السيد رئيس الجمهورية على التمسك بمبادئ الحركة، لأن اليوم هناك استقطاب كبير من بين الدول الوازنة والدول عدم الانحياز، دائما يعني تثبت أنها غير منحازة لا لهذا المعسكر ولذات، وإنما تحاول أن تكون تخدم مصالحها الوطنية ومصالح شعوبها في إطار الشرعية الدولية والمواثيق ذات صلة. وبالتالي كقراءة جيوسياسية لما تعيشه اليوم هذه البيئة الدولية، نجد أن الدول لابد أن تتمسك بهذا بمبادئ وهياكل وآليات وأذرع الاتحاد، حركة عدم الانحياز، لأنها اليوم الأقرب إلى الصورة. هذه هي النظرة التي لابد أن نتمسك بها. من هذا المنطلق جاء حرص السيد رئيس الجمهورية وحرص الجزائر التي طالما ناضلت على هذه الأسس وعلى تفعيل هياكل حركة عدم الانحياز لكي تتماشى وتتلائم وتساير هذا النمط الجديد الذي تعيشه البيئة الدولية. طيب دكتور، الأزمة الراهنة اليوم هي أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية إن صح التعبير، هذه الأزمة التي طغت على كل دول العالم. فلكن ما هو المطلوب من هذه الدول أو من حركة عدم الانحياز في التقليل من وطأة هذه الأزمة والوصول مستقبلا ولمال الاتفاق سلام بين الطرفين؟ نعم، اليوم الأزمة الأوكرانية الروسية يعني هناك خلفت بعض الأبعاد الأمنية. نعم صحيح. من بينها الأمن الغذائي، كذلك الأمن الطاقوي، وهذا كله يصب فيما يسمى بالأمن الإنساني. اليوم لا بد عن الدول عدم الانحياز أن تكون هناك تنسيق مشترك لإيجاد استراتيجية تتماشى مع الاكتفاء الذاتي، مع تحقيق الأمن الغذائي. لا بد أن تكون هذه الدول يعني بعيدة عن هذه التجاذبات إن صح التعبير، وبعيدة عن التوترات، وهذا ما تناضل وترافع إليه الجزائر في المحافل الدولية. لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون يعني أن تكون في إطار تفعيل الحل الدبلوماسي ومناشدة الحلول السياسية وتقريب وجهات النظر، حتى لا تكون هناك توترات قد يعني تنعكس سلبا على جميع هذه الشعوب. طيب بالنسبة لهذه الحركة في رأيك دكتور، هل دورها على المستوى العالمي يشهد انحسارا أم تزايدا في الفعالية في ظل الاستقطاب الكبير اللي نعيشه اليوم؟ نعم بالفعل، الجزائر تحاول من هذا المنظور ومن هذا الباب أن تكون حركة عدم الانحياز أن تكون يعني منفتحة إن صح التعبير على كل الأفق وعلى كل الدول وعلى جميع الآراء الدولية، لأن اليوم بالفعل هناك من يحاول تطويق دور دول عدم الانحياز
ويحاول أن يجد حصارا لهذا التحرك وهذا المد صح التعبير، لأن حركة عدم الانحياز إذا كان رجعنا إلى أهدافها النبيلة نجدها دائما في إطار خدمة الإنسانية وخدمة السلم ومنع الصراعات وحل النزاعات الدولية، إلا أنه هناك بعض الدوائر إن صح التعبير تحاول أن تستثمر في الفوضى السياسية أن تكون هناك توترات لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة التي لا تتماشى لا مع الشرعية الدولية وعلى مبادئ الحركة عدم الانحياز. إلا أن الجزائر وانطلاقا من ثوابتها ومبادئها الراسخة ذات الصلة التي تتماشى مع الشرعية الدولية تحاول دائما أن تكون هذه الدول أن تكون لها استراتيجية وتنسيق مع الدول الأخرى ومع كذلك مع دول الاتحاد الإفريقي وكذلك مع حتى جامعة الدول العربية. واضح دكتور. طيب بالنسبة لدور الجزائر من خلال هذه الحركة حركة عدم الانحياز، دور كبير للجزائر في الكثير من الملفات الإقليمية وحتى الدولية، في رأيك عقيدة هذه الحركة وهي عدم الانحياز هل تصلح لأن تكون حلا للملفات الإقليمية في رأيك؟ تحدث عن ليبيا، عن تونس، عن قضية الصحراء الغربية، في مالي كذلك. نعم، اليوم ما تعيشه هذه الدول على المستوى الإقليمي أو على مستوى القارة إن صح التعبير نجد أنه بالفعل لحركة عدم الانحياز لها دور كبير في إرساء معالم السلم، في إرساء هذا الديناميكية التي تحاول الجزائر تحريكها في هذا المسعى، وبالتالي لها لابد أن تنطلع بكل مسؤولياتها تجاه هذه القضايا، لأن اليوم إذا كان حافظنا على السلم والأمن الإقليمي والسلم والأمن الإفريقي فهذه الدول كذلك ستعيش في سلام، وبالتالي اليوم ما تناشد به الجزائر في هذا المؤتمر تحاول أن تبعث برسائل إلى هذه الدول على أن تكون في الواجهة ولا تتخلى عن هذه الصراعات، لأنه إذا تركنا هذه الصراعات اليوم لا يوجد من يعطيها تلك الحلول، لا بد يعني أن تنفجر هذه بؤر توتر وهذا يزيد لنا بلة، وكذلك لا يمكن التحكم في الأزمات إذا كانت من شبة الحروب بين هذه الدول. نعم، شكرك جزيلا الشكر دكتور فيصل المقدم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو، شكرا جزيلا.